فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى الاستعاذة من المأثم والمغرم؟ الإثم معناه الإثم، المأثم هو الإثم، كل ما يؤثم من المعاصي والذنوب والسيئات، والمغرم الغرامة التي قد يتحملها بعض الناس من الدين ومن الغرامات والعقوبات، لأن الغارم يكون محرج خصوصا إذا كان فقيرا، فالغرامة تكون ثقيلة على الإنسان خصوصا إذا كان فقيرا، وقد يستدين وقد يتعب. نعم. فضيلة الشيخ، والله جعل للغارمين نصيبا في الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل المرأة والدين، الدين مغرم، الدين مغرم. نعم.